معانا سلطة الزبادي ايه مكوناتها؟ عندنا علبتين او كوبايتين من الزبادي، ولو الزبادي نزل معانا مية ضروري نصفيها علشان السلطة تبقى متماسكة ما تبقاش فيها سوائل كتير. هنحط مع سلطة الزبادي او هنحتاج معاها 3 معالق كبار من المايونيز، فص ثوم يكون مفروم فرم ناعم، معلقة كبيرة من الشبت المفروم، عصير نص ليمونة، ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون، ربع معلقة صغيرة من النعناع الناشف أو الفريش اللي متوفر عندنا، أهم حاجة يكون مفروم ناعم، ملح وفلفل أسود. كمان نقدر نضيف خيار يكون متقشر متقطع مكعبات صغيرة جدا جدا للسلطة، هيديله طعم حلو قوي. وتعالوا بينا بقى ناخد كده إيه، ناخد المايونيز الأول. بسم الله، بيفرق جدا المايونيز في طعم سلطة الزبادي، جدا بيديلها طعم حلو قوي. هنا الزبادي زي ما انتم شايفين كده ابتدى يجيب ميه، فانا هصفي الميه وابتدي اضيف الزبادي واحط عصير الليمونه وده النعناع، رشه بسيطه، ولو عندنا نعناع فريش هنفرمه فرم ناعم قوي ونضيفه هيبقى حلو قوي. وادي فص ثوم يكون مفروم ناعم، وعندي معلقه الزيت، وبينا بقى نخلط الكلام ده كله باضافه الملح الاول. دي اللي احنا حطينا كل المكونات بتاعتها مع اضافه الملح، وهنبتدي نقلبها. واهم حاجة ان احنا صفينا الزبادي من المية اللي بيجيبها دي، فعلشان كده يطلع معانا السلطة الى حد ما متماسكة القوام، مفيش مية كده على الوش ويبقى شكلها مش حلو. قلبت كويس، احنا هندي رشة فلفل اسود كمان. رشة بسيطة ونكمل تقليب، ونقلب علشان الملح يدوب في وسط المكونات وناخد الطعم المظبوط. عندي كمان شوية من الشبت، الورق بتاعه بس مفروم ناعم، هبتدي احطه. تحفة جدا، وكده السلطة جاهزة معانا، ولا اسهل من كده في ثواني. ايه رأيكم في السلطة الجميلة دي؟ شكلها تحفة جدا وطعمها بيبقى فظيع.